بين السياسة والاقتصاد بدأ حديث لغة المصالح بشكل علني، بحيث بات لا يخفى على أحد أنه صار من أهم الاعتبارات. فزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران تأتي بعد أيام من نجاح الأخيرة في بلورة اتفاق إطار بشأن ملفها النووي مع القوى الغربية. أما حفاوة لقاء أردوغان بروحاني فبدت كبيرة بحجم ما يمكن أن تتمخض عنه الزيارة، إذ تحاول طهران وأنقرة حاليا تبني نهج جديد يرتكز على الوعي بالظروف الراهنة في المنطقة والسعي ربما كي لا تكون حائلا دون إيصال حجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار. وتأتي الزيارة في خضم توتر بين البلدين على خلفية الأزمة اليمنية وتصريحات أردوغان التي أثارت امتعاض عدد من المسؤولين الإيرانيين لاتهامه طهران بمحاولة الهيمنة على الشرق الأوسط ودعم الإرهاب في المنطقة، لكنها زيارة تبرهن أيضا على أهمية واستراتيجية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كما يقول المراقبون. فرغم أن حجم المبادلات التجارية المتعلقة بالطاقة تصل إلى أكثر من 80% يؤكدها أردوغان، بالإشارة إلى رغبة بلاده شراء المزيد من الغاز الطبيعي من إيران إذا كانت أسعاره أقل، إلا أن خبراء أشاروا بأن الزيارة ستعزز التعاون بين كافة القطاعات الصناعية والتجارية الإيرانية التركية، وهو ما يتطلب دورا فاعلا لغرف التجارة المشتركة بين البلدين. وإن طغت لغة الأرقام والتجارة على الزيارة الأخيرة، فإن لا مناص أمام تركيا من تحديد خياراتها ومواقفها السياسية وأولوياتها الاستراتيجية في المنطقة. فاليد السعودية امتدت للرئيس أردوغان قبل يوم واحد من زيارته إلى طهران من خلال الزيارة المفاجئة لولي ولي العهد السعودي محمد بن نايف إلى أنقرة. كما أن تركيا تقف أمام مرآة النأي بالنفس عسكريا وأيديولوجيا عن سياسة المحاور الطائفية التي تجتاح المنطقة على خطى الرئيس الباكستاني نواز شريف الذي زار أنقرة قبل 3 أيام للتعرف على الموقف التركي من التحالف السني الذي تبلور مؤخرا بشكل واضح في شكل عاصفة اسمها الحزم ضد الحوثيين. أما خيار تركيا الثالث بحسب المحللين فهو أن تلعب دور الوسيط بين السعودية وإيران حل المشاكل القائمة بينهما في المنطقة، مشاكل تبدأ بسوريا وربما لا تنتهي في اليمن.